ارتفاع تاريخي للدولار الأمريكي مقابل انخفاض كارثي للأورو. السبب اللي خلى الدولار الأمريكي يبقى صامد أمام الأزمات، كنعرفوا أن العالم كيعيش تضخم كبير وارتفاع في الأسعار، لكن هذا الشيء اثر على كاع العملات في العالم الا الدولار اللي العكس كينتعش بالازمات اللي واقعه في العالم. لجينا نبحثوا غادي نلقاو ان الدولار الامريكي كتم به كاع المعاملات التجاريه في العالم، السعر ديال البيع ديال البترول والمحروقات والغاز كيتم بالدولار الامريكي. فالارتفاع في هذه المواد هذه اللي مسعره بالدولار كيخلي ان الدول خصهم دولارات اكثر، فهنايا الدولار كيولي عليه الطلب بزاف، واي حاجه ولا عليها الطلب بزاف كتطلع القيمه ديالها، وهذا الشيء اللي وقع بالنسبه للدولار والاورو. الدولار ولا عليه طلب بزاف ولا ملاذ آمن ديال المستثمرين، بالعكس الأورو ولاو كيتهربوا منه نظرا للأزمات اللي كاينه تما والمستثمرين ما بقاوش واثقين. يتوقع أن أوروبا الاقتصاد ديالها غادي يعيش أزمات كبيرة ويتعرض لانكماش كبير. العقوبات اللي دارت أوروبا على روسيا ليس من مصلحتها، واش هاد الشيء أثرت على المغرب؟ بالفعل المغرب كتربط العملة ديالها اللي هو الدرهم المغربي 60% مع الأورو، فالأورو هبط يعني الدرهم غادي يهبط. فإلا شتو ان دولار كان كيعطينا 8 درهم 9 درهم، فالان دولار ولا كيعطينا 11 درهم 10.86، كان تخوف شحال هادي ان الدولار يتساوى مع الاورو، ولكن للاسف ماشي غير يتساوى وصافي، الدولار هرب على الاورو. فهنايا كنستنتجوا ان امريكا كتعيش على ازمات ديال دول اخرى، ففي عز الازمات امريكا الدولار ديالها ديما طالع، الدولار مثل الذهب، الربط ديالو مع البترول خلى ان هاد العمله ديما تبقى طالعه. نهار اللي غيتخلى العالم على الدولار ويدير شي عمله واحده اخرى تما غادي ينهار الدولار وما يبقاش باين نهائيا. امريكا كتطبع شحال ما بغات ديال الدولار، وفي المقابل العالم كيعيش الازمات وتضخم. امريكا خايفه بزاف من تحالف بعض القوى اللي بغاو يديروا عمله واحده ويقضوا على الدولار الامريكي، فاوروبا اللي مشات مع روسيا هنايا غتدمر امريكا. خاصكم تعرفوا انه ليس من مصلحه امريكا الصلح بين روسيا واوروبا، فمن مصلحتها نشوب حرب كبيره بينهم، والمتضرر الاكبر هو اوروبا والعالم، لكن الرابح الاكبر هو امريكا. كتدخلهم في حروب وكترجع للور وكتبقى تتفرج باش كتخليهم كيموتوا نهار على نهار، وكتخلي ان المنافسين ديالها بحال روسيا والشينوا واوروبا يبداو يتراجعوا نهار على نهار. لكن الا لاحظتوا ان الشينوا ما قدرتش تزرف في القضيه ديال تايوان، فهي قدرات ترجع للور وما تضربش تايوان، حيت نهار الشينوا اللي غتهجم على تايوان حتى هي غادي يوقع ليها مشكل وغيديروا عليها حصار على الاقتصاد ديالها وغادي تستنزف القوه ديال الشينوا. النظام العالمي الحالي كتحتاج عمله اللي غتقضي على الهيمنه ديال الدولار الامريكي، فهل فعلا غادي نشهدوا بناء نظام اقتصادي جديد اللي غيلوح الدولار الامريكي الى مزبله التاريخ؟